للمزيد حول الأسواق العالمية نذهب مباشرة إلى عمان، ينضم إلينا من هناك أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أحمد صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. دعنا نبدأ من أرقام البي سي إي التي صدرت يوم أمس، يعني أرقام جاءت متماشية مع التوقعات سواء للأرقام الهيدلاين أو حتى الكور الأرقام الأساسية، أتت متماشية مع التوقعات على أساس شهري وسنوي. كيف تنعكس هذه القراءة على قرار الفيدرالي بالمضي قدما بشأن أسعار الفائدة؟ صباح الخير نوف، شكرا للاستضافة. بالرغم من أن القراءة مع التوقعات بالنسبة لمؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي، لكن أعتقد بأنه قد تضيف طبقة من الحذر بالنسبة للفيدرال الأمريكي لمتابعة أرقام التضخم. عدة أرقام بالنسبة للتضخم في الفترة الأخيرة قد أعطت بعض الارتفاعات، وإن كانت مؤشر أسعار المستهلكين وحتى مع قراءات مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي، سواء لو رأينا إليها نوف شهريا سجلت أعلى ارتفاعات منذ شهر مارس ب 0.3%، عندما ننظر حتى إلى الكور بي سي إي ارتفاعات إلى 2.8% على أساس سنوي، هي أرقام تعتبر لحتى الآن تعطي بعض الدلالة بأنه قد يكون بعض الشيء راسخ اقتصاديا، وهو مخاوف بالنسبة قد تضيف مخاوف بالنسبة للفدرال الأمريكي بأن أرقام التضخم في الفترة القادمة قد تحتاج بعض الوقوف، بعض المتابعة بشكل أكبر. عندما ننظر أيضا إلى المؤشر الرئيسي بالنسبة لمؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي، نعم ارتفاعات قليلة 2.3%، لكن يعتبر لا يزال رقم سجل ارتفاع، فبالتالي جميع الارتفاعات في الفترة الأخيرة تعتبر مخيفة بعض الشيء. أعتقد بأنه كما أشار الفيدرالي الأمريكي بأن أسواق العمل الجيدة هي كانت سبب من الأسباب لتخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة، قد نحتاج الوقوف في شهر ديسمبر مع أول أرقام لأسواق العمل، فلو جاءت أرقام سجلت بعض الارتفاعات كطلبات إعانة البطالة اللي سجلت بعض الارتفاعات بعض الانخفاضات في الفترة الأخيرة، قد تعطي إشارة بأن أسواق العمل لا تزال جيدة. قد نشهد بعض المطالبات من أعضاء الفيدرال الأمريكي بأن الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج الوقوف، قد يحتاج بعض الحذر بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة، فبالتالي هي قد تكون رقم لا يؤثر بالنسبة لتغييرات الفيدرالي الأمريكي فورا، لكن قد تحتاج بعض المتابعات في الفترات القادمة. لذلك البيانات المختلطة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي أعتقد بأنه ستعطي بعض الإشارات بأن عام 2025 لن يكون هو العام الثالث بالنسبة للفدرال الأمريكي لتوجيهات تخفيض أسعار الفائدة، أو حتى على الأقل المضي قدما بالنسبة لتخفيضات أسعار الفائدة. فأقتبس بالنهاية هنا مقولة جيرام باول بأن التضخم قد يشهد بعض المطبات في الفترة القادمة، وهي يمكن واحدة من الأرقام في الشهر الحالي هي المطب الأول بالنسبة للفدرال الأمريكي كأرقام التضخم. بالتالي أعتقد بأنه قد تكون هي إشارة بأنه الفيدرال الأمريكي قد يتجه إلى استخدام استراتيجية الصبر للاستراتيجية في الفترة القادمة بناء على الأرقام الحالية. أحمد، هذا بالنسبة للفيدرالي. دعني أسألك عن مؤشرات وول ستريت، يعني يوم أمس تابعنا تراجعات طلت المؤشرات كافة من بعد سلسلة من المكاسب على المؤشرات كافة حقيقة، وبالطبع يعني ما ضاغط على المؤشرات أو بالأخص على الناسداك ربما كان سيل أوف قوي أو عملية جني أرباح بالأحرى على أسهم قطاع التك. ما الذي يقود يعني هذه التحركات نحو أسهم هذا القطاع؟ يمكن نقطتين أساسيات هي محركات المؤشرات بشكل كامل في الفترة القادمة والفترة الحالية نوف، هي توجهات الفدرال الأمريكي فيما لو اتجهنا من خيبة الأمل بالنسبة لتوجيهات الفدرال الأمريكي حول تخفيض أسعار الفائدة كنقطة أساسية. النقطة الأخرى يمكن حالة عدم اليقين من تولي دونالد ترامب في الفترة القادمة، يمكن ما يعطي بعض التفاؤلات بأن دونالد ترامب هو أحد الرجال الذين يتجهون إلى نمو اقتصادي جيد، والنمو الاقتصادي هو مرآة لأسواق الأسهم. بالتالي هناك بعض الإشارات الجيدة بالنسبة لأسواق الأسهم أن قد تكون هناك بعض الارتفاعات، بعض القوة مع وصول دونالد ترامب، لكن المخاوف هنا أن يتوقف الفيدرال الأمريكي في عام 2025 أن يشتبه بأرقام تضخم قد تكون ارتفاعات، فبالتالي ما يحرك المؤشرات في الفترة الأخيرة بطريقة عرضية بالرغم من وصول بعض المؤشرات لأرقام قياسية، إلا أن بعض المخاوف في حالة عدم اليقين قد تكون هي الضغط الأساسية. يمكن النقطة الأخرى هي التعريفات الجمركية في الفترة القادمة، بدأت تلميحات التعريفات الجمركية بشكل كبير من دونالد ترامب حول حتى شرائح الذاكرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، قد تكون هي توجه كبير جدا في الفترة القادمة لإمكانية تغييرات بعض الآلية بالنسبة لتحركات المؤشرات الأمريكية.
لو اتجهنا حتى للقراءة فنيا نوف في الفترة القادمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، يمكن اليومين الحاليات لن يكون هناك تحركات كبيرة نظرا لعيد الشكر، إجازة في البنوك، قد يكون هناك قلة في السيولة، لكن ما بعد ذلك قد نتجه إلى استماع سانتا كلوز رالي. بعض التفاؤلات بأن إمكانية تسجيل الارتفاعات في الفترة القادمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، لذلك يمكن التقسيم إلى قسمين. أعتقد بأنه حتى نهاية العام قد تكون تقلبات سعرية مع بعض الإيجابية، لكن مع عام 2025 أعتقد بأن قد يكون هناك بعض المخاوف، بعض الضغوطات، وهنا الذاكرة قد تعيدنا إلى عام 2019 مع الحرب التجارية الأمريكية الصينية، قد تكون هي باب في عام 2025 للضغط بشكل سلبي على المؤشرات الأمريكية، أو حتى على الأقل المخاوف قد تكون هي الصيغة الأكبر بالنسبة لدولة المؤشرات الأمريكية في عام 2025. وأحمد، دعنا نتحدث قليلا عن أسعار العملات، يعني تابعنا تراجعات على الدولار في الجلسات القليلة الماضية، ما دعم يعني بدوره من ناحية اليورو ومن ناحية الين. ما التوقعات بالنسبة لهذه العملات كافة في الفترة المقبلة، سواء دولار ين وحتى يورو؟ يمكن لو قسمنا السؤال إلى قسمين، بالنسبة للين الياباني، يمكن أحد الأشياء الملفتة للانتباه هي أسواق السندات اليابانية. دائما أسواق السندات اليابانية هي جل اهتمام البنك اليابان. عندما ننظر إلى أسواق السندات، عوائد السندات لعامين هي عند ما يقارب 0.6%، هي أعلى من عوائد أعلى من أسعار الفائدة اليابانية، فبالتالي تعطي بعض الإشارات بأن المستثمرين يعتقدون بأن بنك اليابان ليس لديه سلاح إلا أن يرفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. فبالتالي بالرغم من أن الأسواق سعر ب60%، لكن أعتقد هي إشارة واضحة من عوائد السندات بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة قد يكون قادم. بالتالي أعتقد بأن الين قد يتجه إلى تسجيل إمكانية 150 أو أدنى حتى مستويات 150 بالنسبة للدولار مقابل الين الياباني، خاصة مع بعض الارتياح بأن صناديق التقاعد تتجه إلى شراء أسواق السندات، وهو ما يحتاجه بنك اليابان كتأكيد لأسواق السندات بأن أسواق السندات حتى الآن لا تزال جيدة. أعتقد برفع أسعار الفائدة قد نتجه إلى انخفاضات أدنى مستويات 150. بالنسبة لليورو، يمكن اليورو يعاني بشكل كبير من مؤشر مديري المشتريات. عندما ننظر إلى قراءات مؤشر مديري المشتريات بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، في ناحية الانكماش، مخاوف من أن نشهد مرحلة الركود التضخمي، هي قد تكون ضاغط سلبي بالنسبة لليورو في الفترة القادمة. أعتقد بأن حتى عام 2025 أو مع بداية 2025 قد نتجه بشكل أضعف بالنسبة لليورو، قد نصل إلى مستويات التعادل مع الدولار الأمريكي، خاصة لو شهدنا بعض التلميحات من مخاوف بنك أوروبا حول إمكانية دخول الركود التضخمي. هي الإشارة الوحيدة فقط التي تعطيني إمكانية دفع اليورو لتسجيل تداولات سلبية، وأعتقد هي قادمة نور. جزيل الشكر لك أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. شكرا لكم.